واحد فيهم بدو يتصرف اشياء على ذوقه منها طبيعية عالي فنية مية بالمية عندهم مشاكل كلها تقنية مليكة بدها كل شيء طميع ومعزبها سيل وبدها تعمل علينا رئيس الجمهورية عالي فنية مية بالمية عندهم مشاكل كلها تقنية حالة طبعها دي كتير شطورة وحكيها قليل ومحمد همو ياكل بالدنس الموهوب كتير عالي فنية مية بالمية عندهم مشاكل كلها تقنية وزهراء القصة كلها وعن خاله ما بتتخلى خاله بيخاف عليها كلمة لأ ما بيقلا عالي فنية مية بالمية عندهم مشاكل وأشرف أكبر مشاكس بكل شي بده يعاكس ومفقع قلبه لخيو وعامل له كتير مشاكل عالي فنية مية بالمية عندهم مشاكل كلها تقنية عالي فنية مية بالمية عندهم مشاكل كلها تقنية عالي فنية هذا مكتبي هذه لوحة كتب بكنفاء أدوات مكتبية وصورة لأمي نواصل التحدث لدي الكثير لأرياه لكم هنا سترون سبورة أريكة وبيتزا صغيرة سيدي رجع لا تحل شيئا من المكان وبعضها قد ينفجر قطبي الشخصيات هم متشابهة ماشي ماشي إن شاء الله التنين تكون عندك بإذن الله ماشي يلا بدك شيء يلا سلام باي باي ألف صحة حقلبك يا خالو بس يخلصوا يفرشوا سنينهم بسرعة ماشي ما يتأخروا كتير يا علينا كل ما نشوفنا عم ناكل بصير يقلنا فرش سنانكم زهقت أنا كل شوي فرشي هون زهراء نعم خالو بعد يومين بدنا ننزل على بيروت ماشي أوكي. فجهزي لهم كل التيابهم أوكي؟ أوكي ما تخلي شيء كل شيء صيفي نزلي أوكي أكيد يلا أنا بدي روح على الشغل أوكي؟ أوكي تبعوا حالكم مثل ما سمعتوا خالو كلكم بتفرشوا سنينكم بس تخلصوا ايه اكيد عيلي فنية وإذا سألونا قلن إنه أنا فرشت أسناني
بعرف لمن هذا الشيبس، فيني اكله؟ لمين؟ ما بعرف، اسالي اخواتك اذا ما انه لحدا كلي. صحيح تذكرت، انت فرشيت اسنانك مثل اخواتك؟ فرشيت اسناني؟ ايه فرشيتهم. ايه برافو. على كل حال اذا رجعتي اكلتي هذا الشيبس بترجع بتفوتي بتفرشي اسنانك. اوكي اوكي يلا. حلوة هالشغلة، كل ما اكل شي بدي فرش اسناني، انا ما الي خلق. ايه ليه اكلتي الكيس البطاطا هيدا؟ الا نسيت اسال هيدا الكيس البطاطا لمين، بس انت خيو بتسامحني اكله. طيب اوكي بس ما تعيديها. اوكي ملح هيدا بوعدك. دخلك انت فرسيت اسنانك؟ يا علينا كلهم بيتدخلوا بسناني. ايه فرشيتون او لا معظ بس قلتلك. خلص خلص انسى ما قلتلي شي. يا مليكة إنسان لازم ينفرش سنانه. خلصني شو أنت جاي تعمل محاضرة عن السنان؟ أصلاً أنت منك دكتور. إيه صح عصبية. يخلصتونا شو بيصير إذا ما فرشت سناني؟ عيلي فنية. شو بحب الجيلاتين. مليكا ما تنسي بس تخلصي تفرش اسنانك. ييه شو بكون كلكم تحولتوا لدكتور اسنان؟ ييه مليكا ما تنسي خالو شو قال، بس تخلصي اكل بدك تفرش اسنانك. يعني اذا ما فرشيتهم ما بيصير لهم شي؟ بلا بتطلع لك سوسه وبصيروا يجعوك. مش مزبوط هالحكي، ما بصير هيك الا بالرسوم المتحركه وبالاغاني. ايه السفله انا حذرتك. ايه انا حره. كيفك خالو؟ منيحة. شوفي ليش طالع صوتكن انت وحلا لبرا؟ انا عم تعطيني محاضرة عن سوسة اسنان. سوسة الاسنان؟ لا يعني قال بدهم يعني كل شوي فرش سناني. شو بدك فيهم؟ انسي كل اللي بدك اياه وما تفرش سنانك، ما بيصيبك شي. ايه بعرف شو كل شوي بدي فرش سناني، ما الي خلق. ايه انسي شو بدك فيهم؟ بيحكوا كتير هول. ما هو خاله اللي عم يطلب مني نفرش سناننا. مين؟ خاله محمد صار بده يتدخل كمان بالسنان، خليه بالاغاني. معك حق. شوفي شو جايب لي. واو هول بدك يومين لتخلصيهم على قد ما كتار. شكرا يا خالو. اهلا وسهلا، يلا باي. هو كلهم بدي اكلهم. فخت اكلتهم كلهم. لقوم نام. عيلي فنية. اوي اسنان كتير عم يجعونا. اوي اوي يا الله. اوي أمي جعان سناني. الله أي إذا صار في صوص بسناني. أي يا ريتني ردت على خال محمد وفرشت سناني.
لا اتصل بخال محمد وقال له ياخذني عند الطبيب. الو خالو. يا خالو اسناني بابا وديني عند الطبيب، ما عاد بدي شوكولاتة بس بدي اشرب الحليب، السوسين اخرت بسناني. يا اسناني عيلي فنية.